طيب شرائح سوسيس وجزر وبطاطس وقرنبيط، بصل وتوم وكرات وكرفس وزيت وصويا صوص، عصير ليمون، مكعبات المجا، ملح وفلفل وبهارات. صلي على رسول الله. النهارده اكلنا كله جديد وجميل وحلو. ادي بصل مفروم، وادي التوم. الرز على النار، بطاطس بتتحمر اهي، وادي معاها شويه القرنبيط. المخرج بيقول سلو، قلت له هيتكسر برضه، لكن لما اعمله صدمه كده في الديب فراير او في الفاتوره او في القلايه زي ما انت عايز لغاتك يعني، انت عشان عارف انت بتقول لي ايه، ما بفهمش الكلام بتاعك كويس. ادي مكعب مرق كده، اللهم صل على النبي كده. طيب كله شغال بالصلاة على الحبيب. ده الدزر، كرفس، فلفل الوان، لا كرفس وكرات، وادي البهارات. خليه يشتغل كده منه فيه واحده واحده، دلا 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 الله الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. طيب الرز بتاعي شغال مبخر، الله 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 الله. طيب كده اهم بيخلي الطعم عندي ليه رونق وبريق اهو. لسه حدايا صويا صوص وحدايا شغل ياما، حدايا شغل ياما. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.